صباح الخير لجميع المتابعين. نهار اليوم تتعمق وتشتد تأثيرات الكتلة الهوائية الحارة على المملكة. درجات الحرارة تعرف ارتفاعات كبيرة، نقص حار إلى شديد الحرارة في عموم المناطق، بالتزامن مع نشوء لحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات متفرقة وعشوائية الطابع من الأمطار الرادية. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في العاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث يكون الطقس غائم جزئي مع احتمال لأمطار خفيفة، 33 درجة مئوية الملموسة، 31 الرطوبة، 41%، والرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون جيد. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأها بالمنطقة الشمالية. كما ذكرنا ارتفاعات كبيرة وواضحة لدرجات الحرارة بالتزامن مع أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات من الأمطار في إربد 36 إلى 22، عجلون 34 إلى 22، جرش 36 إلى 24، والمفرق 36 إلى 23 درجة مئوية. أيضا المنطقة الوسطى تعرف ارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة مع أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات متفرقة من الأمطار، الزرقاء 36 إلى 25، عمان 33 إلى 23، نفس الحرارة تقريبا في البلقاء، مادبا 34 إلى 24، والبحر الميت 39 إلى 30 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية أيضا ارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة وأحوال جوية غير مستقرة وفرصة لزخات من الأمطار، الكرك 34 إلى 24، الطفيلة 33 إلى 23، الشوبك 30 إلى 21، معان 33 إلى 23، والعقبة طقس حار بشكل كبير 42 إلى 31 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية أيضا تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر، تتزامن هذه الغيوم الرعدية مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار، الأزرق 39 إلى 25، الصفاوي 38 إلى 24، والرويشد 37 إلى 25 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.